كتير ناس بتقدر تحكي منيح أمي، بس ما في عندهم مبادئ بالمرة. وابني أكيد رح يكون أحسن من هدول الناس بكتير، صح؟ تيجي بس أنتي ستو، ولهيك أنتي لازم تدعميه. أنا حكيت شي غلط حتى تتضايقي من كلامي؟ سكروا على الموضوع بقى، اليوم عنا احتفال، يلا المراسم رح تبدأ، يلا بارني. أمي بعتقد لازم نستنى شوي لأنه أبي بالمطار هلأ وسوراج سينغ رح يجي معه، خلونا نستنى. إذا بيجي كل الأمور رح تصير أحسن. راجفندر كور أتوال، ما بتستنى أي شخص. يلا بارنيت. مثل ما بيقولوا الكبار، الارتباط لازم يكون بين شخصين عندهم نفس نمط الحياة ومن نفس المستوى، وإلا ما بينجح. وأنت نمط حياتك مختلف عن نمط حياتنا كتير، وأنا ما بقدر أرضى بشاب بسيط مثلك يكون صهر إلي. بشتاق لك بكل مناسبة، يا ريت كنتي موجودة معي هون بهاليوم أمي. عيد أنوار سعيد بنتي. عيد أنوار سعيد ستي. خذ تفضل تفضل. سوراج سينغ، عيد أنوار سعيد. تيجي وزع الضيافة للكل. جدي وين الهدايا؟ بنتي إذا بخبرك بكل شيء رح تنتزع المفاجأة. اصبري شوي كمان رح طلعهم بعد شوي. عيد أنوار سعيد. كيفك؟ كثير منيح. أهلين فيك عمي. شكرا يا بنتي. تفضل، بتمنى يكون عيد أنوار سعيد عليك. عيد أنوار سعيد موفق. خبرني كيف كانت رحلتك على الدار؟ كانت كتير منيحة بنتي، بس أنا تعبت كتير فيها. مو مشكلة، بتقدر تروح على غرفتك وترتاح، رح جيب لك شاي بالزنجبيل لعندك فورا. ماشي. يا أولاد تعالوا. بابا امشي، خلينا نعمل المراسم بالمزرعة عند بيت جيت ومنعيده بطريقنا. بابا بقدر خبرك بسر؟ أحكي. جيت محضر أكلة منحبها كتير اليوم. بس يا بنتي للأسف أنا ما رح أقدر أكل من هالأكلة هاي السنة، في عندي اجتماع كتير مهم مع المحامي، الجلسة بعد يومين بس، لهيك لازم روح لعايد المحامي ولنحكي بالقضية. بابا
سؤال المحامي، الحكم رح يكون لصالحنا. بنتي بكل مرة بتسأليني نفس السؤال، ليش عم تشغلي بالك بالتفكير بهي الأمور؟ خلص شيليها من بالك، لا تاكلي هم شي. المحامي قال إنه موقفنا بالقضية قوي والحكم رح يكون لصالحنا، لا تفكري بالموضوع. صحيح، عايدة جيت بالنيابة عني، وقت تشوفي وسلمي لي عليه. سلام. لازم أحكي مع جيت لكان. رنجة القضوية معبية كل مكان، كل البيوت مشغلين أناديل، ونحن لازم نشغل أناديل كمان. خالتي بتضل تقول إنه ما بيصير الواحد يقعد بالعتمة بيوم عيد الأنوار. طول عمري كنت عايش بهاي العتمة. تقدر تروح أنت وجوجي مشان تشاركوا بالمراسم، على ليلة أنتوا احتفلوا وانبسطوا بالعيد. أنا مرتاح. بس شو مشان مشاعرك يا رانجا؟ هير اللي عم تتصل. لا ترد عليها. يلا. مين هذا اللي بينشغل بيوم العيد؟ جيت مانو عم بيرد علي. أنا بورجي. بنتي هير؟ رايحة على المزرعة لتشعل الأناديل؟ طيب خلص اللي بإيدك وتعالي بسرعة، أبوكي مانو معك اليوم. وإذا فيك ترجعي على بكير بتقدري إنه تجي معنا على حفلة عيلة أتوار. رح أنبسط كتير إذا بتجي معنا بنتي. ماما، ما مليتي؟ برأيي لا عاد تفتحي الموضوع، رح أرجع على البيت بكير، وقتها رح ناكل الأكلات الطيبة اللي عملتهم ياسمين، ماشي؟ بس بنتي، قد ما حاولت تتهربي يا هير، أنت لازم تجي على بيت عيلة أتوالي اليوم. شو راجو؟ كيف بتعاملي زوجك بهالطريقة السيئة بيوم عيد الأنوار وقدام الكل؟ ليش ما تنسي اللي صار وتسامحي؟ أنا ما بسامح بارنيت، قلبي مانو كبير لحتى أنسى، ما رح أقدر سامحه طول ما أنا عايشة، وما رح أنسى يلي صار، مستحيل إني سامحه، ورح أضلني عطول متذكرة غلطته. بارنيت روحي إذا بتريدي، تركيني لحالي. ليش لا أتركك؟ كيف بدي أترك رفيقتي لوحدها بهيك مناسبة؟ ما رح روح لأي مكان وأنتي لسا زعلانة. بلا عناد بارنيت، تركيني لحالي شوي، هلأ بلحقك. أكيد بتجي؟ لاحقتك.